كانت مروان يعترف من الكراش الخاص به. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تميز آخر فيديو نشرته ريما الأسطى على قناتها والذي جمعها مع غيث مروان بالكشف عن أحد أسرار غيث مروان، حيث قامت ريما بوضع سؤال قوي لغيث وهو من الكراش تبعه، وبدون تردد غيث مروان امتنع عن الجواب، لكن ردة فعل ريما وكارولين كانت قوية، جعل المتابعين يشكون أن نارين بيوت هي كراش غيث مروان. فشو رأيكم وتوقعاتكم بخصوص هذا الخبر؟ غيث، مين الكراش تبعك؟ واحد، اثنين، استنى 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 استنى. هيك احسن هيك احسن من الجواب، وفهموا لحالكم.